ليلة من ليالي دور الأبطال الجميلة، والنهاردة ماتش ولا أحسن ولا أروع بين فرقتين كبار في القارة وبايرن ميونخ ويوفنتوس في دور الستاشر في دوري أبطال أوروبا 2016، والكامباك التاريخي اللي البايرن عملته في الماتش ده. الماتش الأول خلص 2-2 وكان على ملعب يوفنتوس، والعودة على ملعب البايرن. وتعالوا نشوف حصل إيه. يبدأ الماتش وبدون أي مقدمات، وفي أول 5 دقايق يوفنتوس بتفاجئ الجميع وبتسجل الهدف الأول، وبتتقدم على بايرن في ملعبها وسط جمهورها. بعد الهدف يبدأ البايرن يهاجم ويجيله فرص عشان يعدل الكفة، ولكن يوفنتوس هجماته خطيرة، وفي وسط ما البايرن بيدور على هدف التعادل بيجيله الضربة التانية من يوفنتوس، ومراتا من نص الملعب بيلم دفاع البايرن ويلعب لكوادرادو ويسجل الهدف التاني لليوفي ويعمق جراح البايرن. بعدها البايرن يرجع ويهاجم وبيحاول يسجل قبل ما الشوط الأول ينتهي، ولكن ما ينجحش في ده وينتهي الشوط الأول 2-0